السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر. بتقوى الله،
فاتقوا الله في أنفسكم وأهليكم وفيما استرعيتم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة المسلمون، في كل عام يمر علينا ما يسمى بيوم المرأة العالمي، وبقوة إعلامية موجهة مدروسة، وبقصد يعنونه، ولعلنا نغتنم هذه الفرصة للرد على ما يتردد على الألسن من كلمات كثيرة حول المرأة، وكأننا في دائرة اتهام. وأقول أقل ما يمكن قوله: قتلوا القتيل ومشوا في جنازته. وسأثبت ذلك وسأبين ما يفتح الله لنا إن شاء الله، سأبين كل أمر ما أستطيع ليرى أعداء الإنسانية، بل ليرى أعداء الإسلام أولاً هم أعداء الإنسانية، ليروا أعداء الفطرة، ليروا وكل التجمعات النسوية، بل النسوية ووسائل الإعلام المختلفة العالمية والمحلية، وكل من كان من ورائهم من أبواق الغرب الحاقد الذي يريد بنا وبأمتنا الدمار والذلة، ليريهم جميعا من هي المرأة الجديرة بالاحتفاء والتقدير، من هي المرأة التي لا يحتفل بها بيوم ثم ينفض المولد، لا والله، بل في كل عمرها وبعد وفاتها وليس في يوم واحد من العام. ليريهم من هي المرأة التي يريدها أعداء الأمة، ومن هي المرأة التي يريدها إسلامنا العظيم الذي تجرأ عليه الكثير، التواب، التفه والسفه من الناس. ومع الأسف حتى أن بعضا من جدتنا تجرأ على الإسلام، سواء بجهلهم أو بتطبيقهم الخاطئ للإسلام وعدم علمهم بإسلامهم، أو ببغضهم له، أو غرورا بأعداء الأمة وارتمائهم تحت أقدامهم. أخوة الإيمان، وحتى لا يأسفنا الوقت، لقد كانت المرأة في الجاهلية قبل الإسلام سلعة تباع وتشترى كما هي اليوم، تكره على الزواج والبغاء، اليوم بإذنها بس مكروهة بطرق وأساليب مزينة لها، وكانت تورث ولا ترث، ليس لها ذمة مالية يحق للزوج التصرف بمالها بدون إذنها. وأما عند اليهود كانت إذا حاضت المرأة نجس كل شيء في البيت، حتى أنهم كانوا يخرجونها خارج البيت ويضعوا لها طعام كالكلب، أجلكم الله. وعند الهنود الوثنيين، ومعنا كلياتنا نعرف هذا الكلام، عباد البقر كل زوجة يموت زوجها تحرق معه حية، هكذا كانوا ولا أعلم اليوم. ويقرر أحد المجامع الروسية أنها حيوان ككلب عقور نجس، وأنها محبولة شيطان. وهذا الكلام يا أخوة الإيمان من كتبهم، لا أفتري على أحد، هذا بعض حال المرأة، بعض حال المرأة في مجتمعات الفسق والضلال ومن كتبهم. أما المرأة في ظل الإسلام العظيم هي الضرة المجنونة، جورة مصانة محصنة، هي الضرة المكنونة، الجوهرة المصونة، هي الأم، أمي الحنون،
هي البنت الحامية. من هي المرأة؟ هي الأم الحنون، البنت الحامية، الأخت الفاضلة، الزوجة الصالحة. من هي الأم؟ من هي المرأة يا أخوة الإيمان حتى يفرقوا بين زيد وعبيد؟ هي نفسي ونفسك. وبدليل نص القرآن: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. هي من سمى القرآن سورة باسمها، سورة النساء في سورة الرجال. نعم، هي امرأة فرعون ومريم ابنة عمران كأنموذج طيب للمرأة المسلمة ضرب الله بهما القرآن. هي امرأة عمران وبلقيس وخديجة وفاطمة وعائشة وأمهات المسلمين. هي شقيقة الرجال كما نص وكما أثبت وأكد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: النساء شقائق الرجال. هي من بايعها صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ببيعة مستقلة عن الرجال. هي من وصانا صلى الله عليه وسلم بها وهو على فراش الموت فقال: استوصوا بالنساء خيرا. هذا هو إسلامنا العظيم. ولا عجب يا أخوة الإيمان لأن المرأة في الإسلام هي ليست نصف المجتمع كما يطالبون ويقولون كما يريدون، بل هي نصفه ونصف النصف الآخر، بل هي أساس المجتمع، هي منبت الرجال وصانعة الرجال، هي من مدرستها يتخرج الأبطال وعلى يدها تتربى الأجيال ذكورا وإناثا. هي المحضر الأول، هي المصنع الأول. منها ومن بيتها يبدأ صلاح المجتمع أو فساد المجتمع. وإذا أردنا نذكر التفاصيل من خلص، حبيبنا محمد أول ما بدأ دعوته بدأها مع من؟ أليس مع خديجة؟ عائشة؟ ماذا سأقول وأقول؟ ولكنهم أعداء الله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وتالإيمان هذا هو إسلامنا العظيم، لماذا نتنكر له يا أخوة الإيمان؟ ولكن هذا هو إسلامنا العظيم، فما حال هذا الزمان؟ ما حال جاهلية ثانية الأشد سوءا كما أثبتنا في الدرس، الأشد سوءا من الجاهلية الأولى. تارة تأتي المرأة عن طريق المجلة وبتزينها اللي بتزينها يعني، وتارة عن طريق الجريدة والموضة والأغنية والتمثيلية، وتارة تأتيها بصورة المشفق على المرأة. أهلك ظلموك، أنا بدي أنصفك منهم. ليوصفوها من من؟ من أهلها؟ أي عقل هذا؟ أي عقل ودين؟ تنصفونها من دينها؟ من أهلها؟ من مجتمعها؟ أي عقل ودين هذا؟ أنى لهم هذا؟ وكيف يكون هذا وهم أعداؤها؟ لماذا أعداؤها؟ ادعوا تحرير المرأة وإنقاذ وتكريم، والنتيجة فاستعبدوها. إخواني، المرأة لما هي بتكون بأعمال البيت وبتخرج برا وبتشتري وعندها حمل وعندها ولادة وعندها وعندها، كل هاي اللي بنشوف استعباد. الإسلام حصر عملها ببيتها بس كما أثبتنا في الدرس، إقرار سكون إسكان. نعم، إسكان سكون إقرار في بيوتكن، من بيوتكن، لا يخرجن ولا يجوز إخراجهن. أخوة الإيمان، هذا هو إسلامنا العظيم. استعبدوها، زعموا أنهم يخرجونها من سجنها، وهموا أن هذا البيت سجن، لازم تنهض لبرا، وإحنا شايفين النتائج، لما تكون المرأة برا ماذا سيحدث وماذا يحدث. نعم، زعموا أنهم يخرجونها من سجنها وهو بيتها، مملكتها. فأجابته، ولما استجابت لهم، ها هي في السوق، تاهت في سراديب الغواية والعفن،
إنهم لا يريدونها آمنة. في سربها محفوظة بحيائها وعفتها وفضيلتها وجلبابها وسترها، عابدة لربها، راعية لأولادها، مخدومة من زوجها وأهلها. اختزلوا حقوقها في التمرد على الدين والقيم والأخلاق والمبالغة في الزينة والتشكيلات اللي احنا بنشوفها والشكليات أيضا والموضة والمكياج وما يوما وما وما. فصاروا لنا نساء مائعات، مائلات مميلات، ضائعات جريئات، متمردات، مستهزئات بالدين والقيم، منزوعات من الحياة. فأذلوا المرأة وأهلوها وعروها وجعلوها هدفا لطعن الدين. أرأيت من الإعلانات في مجتمع الغرب علم الكبريت يجب أن يضع عليه امرأة عارية والأمثلة كثيرة. خاب وخسر، خاب وخسر يا ابنتي، وتعس وانتكس أعداؤك أعداء الدين، أعداء الدين والوطن. يريدونك يا أختي يا أختاه، يريدونك يا أختاه حربة على دينك وأهلك وقومك، يريدونك سافرة فاجرة تحققي رغباتهم ليتمتعوا بك بأقل الأسعار، بأقل وأرخص الأثمان. أتحققين لهم مآربهم؟ وأنتم يا رجال الأمة، ألا يجب أن تأخذوا على يد النساء فتمنعوهن مما هن قد قدموا عليه أو هن قادمون؟ واسمعي ولتسمع الأمة، كل الأمة جميعا، ما يقول أحد الكفر الفجر من أعداء الأمة، اسمعوا وعوا. يقول: لا يستقيم حال الشرق الإسلامي لنا، يعني لأعداء الأمة، حتى يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. ويقول آخر: مزقيه مزقيه، مزق الحجاب مزقيه. وآخر: إلى متى تحملين هذه الخيمة؟ وآخر: لا بد أن نخلص المرأة من قيود الدين. لماذا؟ لنجعلها رسولا لمبادئنا. هكذا يريدونها، رسولا لمبادئهم. انظروا الواقع، لبسوها لبست عروها اتعرت، بلبسوها انواع الملابس اللي بتخطرش على بال حد. كل شيء لبست، فيش شيء امتنعت عنه، حتى الجلباب لبسوها اياه بس فتحوه من تحت، حتى الجلباب لبسوها اياه بس دركشوا لها راسها، حتى الجلباب لبسوها اياه بس ضيقوه، حتى الجلباب لبسوها اياه بس بعنوان زاهي كله منافي للشرع. اخوة الايمان، هذا هؤلاء هم اعداء الله، واللي بتكلم انا من اعدائهم، من كتبهم، من كتبهم. لا تستهينوا باقوالهم يا اخوة الايمان، لا تستهينوا بما يقولون. هذا حقد المرأة، حقد الأعداء علينا وعلى المرأة. خرجت كاسية عارية فاتنة. لذلك أيتها الدر المكنونة، أيتها المؤمنة المتعلمة، يا نساء المؤمنين، أيها الإخوة المسلمون، لقد زال شرعنا المطهر المرأة المسلمة بعقد جميل لا يكتمل حسنه، انتبه، لا يكتمل حسنه وجماله إلا باجتماع حباته ولآلئه. ما هو الحجاب الشرعي الحقيقي؟ أولا وثانيا، عدم الاختلاط والخلوة بأجنبي مهما كانت الأمور، وثالثهما عدم التبرج والخروج المبالغ فيه للأسواق. فقد أصبح بيت المرأة يا أخوة الإيمان مجرد محطة لتغيير المكياج، لاستعادة ملابس أخرى، ثم سرعان ما تخرج إلى الشارع.
ولكن أختم بقول الله عز وجل وهو نداء لنساء النبي. انظروا ماذا يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. لماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. ماذا نفعل؟ وقلنا قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ماذا نفعل لتحقيق ذلك ولضمانه؟ وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإيمان، هذا نداء لنساء النبي. ومن هنا من نساء النبي الطاهرات الشريفات العفيفات إلا نحن ونساء المؤمنين جميعا. من أحق بهذا الخطاب إلا من تعلمون؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أستغفر حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم وأبارك على أشرف الخلق والمرسلين محمد حتى يرضى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، ليعلم كل من يبلغه صوتي، وإني لا أنتهز هذه الفرصة لعل صوتي يصل إلى الآفاق، ليعلم كل من هو مغرور بأعداء الأمة، ليعلم الجميع أنه ما من عرض ينتهك هنا أو هناك، ولا خلوة ولا حياء يخدش، ولا امرأة تخرج عن فطرتها، ولا شابة ولا شاب يفسد، ولا فاحشة ترتكب إلا كان على المسؤول الأول طفل منها، إلا كان على جميع المسؤولين وأولياء الأمور كفل من وزر ذلك كله. وليعلم الحاضر الغائب، ولتعلموا جميعا أن نساء المسلمين يجب أن يكن طوع الرجل، الرجل المؤمن المسلم الذي يعي دينه بحق. قوامون على النساء، نعم، لأنهن لا يستطعن أن يكن إلا مقادات. هذا الحقيقة، هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع. مهما حاولنا أن نزين ونزخرف ونظهر أمامهم أننا دين حضارة، نحن دين حضارة بكلامهم وبدون كلامهم، معهم وبدونهم. وأخشى ما أخشى أن تقول البنت غدا لأبيها ولولي أمرها: ألبستنا ثوب الرذيلة ضافيا وتركتنا نختال فيه ونرفل. إني ليحزنني بأنك يا أبي يوم القيامة عن صناعي تسأل. فمن يقدر على سؤال رب العالمين؟ أينفعنا أعداء الله؟ فلينفعوا أنفسهم إذن. نحن نسأل أمام من؟ أمام الله بهذه الأمانة التي استوصانا الله ورسوله بها وعليها. من هو الله؟ إنه الذي يعلم السر وأخفى. فأحسنوا سرائركم لتحسن ظواهر نسائنا. إني داعي فأمن اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق والمرسلين محمد حتى يرضى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن توليت،
وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انصرنا بالإسلام العظيم، واجعل لنا دورا في نصرة هذا الدين، ولا تجعلنا من الغافلين، وأمتنا على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنعمل جميعا على صفاء النفوس في هذه الأمة، في هذه الأمة، حتى لا نكون ألعوبة بيد الأعداء. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق والمرسلين محمد حتى يرضى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استووا واعتدلوا أثابنا وإياكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمد. الله الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر،
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله